ذكريه لان الجزئيه دي مهمه قوي بقى. ثلاث اطباء يفحصون مؤمن ذكريا في المانيا. تمام؟ اوكي، مفيش مشكله في الكلام ده. اللاعب هيروح يوم الجمعه ان شاء الله المانيا، اوكي؟ الاهم بقى اللي جاي ده. متعب وفتحي والسوليه ومين؟ وشيكا. يطمئنون على مؤمن. وجنش في انتظاره في ميونخ. هي دي بقى الروح الرياضيه. هي دي الروح الرياضيه المميزه. بالمناسبه يا جماعه، كاهلاويه او كزملكاويه دايما بيبقى عندنا تحمس شديد قوي وعايزين فريقنا هو اللي يكسب، والكلام اللي بيحصل ده يعني. لكن واقعيا لعيبه الاهلي والزمالك علاقاتهم ببعض اكثر من رائعه، وفي زيارات اسريه ما بينهم، ويعني يعتبروا اصحاب جدا جدا، لان في بعضهم كان بيلعب في الزمالك، في بعضهم كان بيلعب في الاهلي، فالموضوع عادي يعني. في الملعب في 90 دقيقه ما حدش يعرف حد طبعا، هي دي الكوره. لكن في كل الاحوال احنا لازم نهدى شويه كجماهير، نهدى شويه، وكمسؤولين لازم نهدى برضو شويه، لان نبض التعصب ده الاهم خلال الفتره اللي جايه بالنسبه لمصر بشكل عام، وبالنسبه للرياضه المصريه بالتحديد خلال الفتره الجايه في ظل عوده الجماهير للمدرجات. وده اللي احنا كلنا نفسنا نشوفه، نفسنا نشوف الامور بطبيعتها في الكره المصريه، مدرجات مليئه، كمان مليئه بالجماهير يعني، مباريات فنيا كويسه، كل حاجه، والناس تشتغل صح، او بتشتغل بشكل كويس، البدايه كويس. في حاجات متاخره شويه في اتحاد الكوره، لكن البدايه موضوع الجدول الدوري ده مش سهل، ان هم يخلصوا الجدول بمواعيده والكلام من ده مش سهل. فاحنا عايزين برضو نكون جزء كجماهير، نكون جزء من نجاح المنظومه، والجمهور عليه دور كبير جدا. فانا عاجبني قوي في الخبر ده العلاقه ما بين مؤمن ذكريا لاعب النادي الاهلي وتواصله واطمئنان لاعبي نادي الزمالك اكتر كمان من شيكا وجنش. اكيد الكل تواصل مع مؤمن ذكريا. بالمناسبه، بمناسبه الخبر ده، من خلال تواصلي مع بعض جماهير النادي الاهلي، هم وصلوا مكان اللي بيقيم فيه مؤمن ذكريا في عين شمس، فلقوا ان هو مش موجود في المكان ده، راحوا منطقه ثانيه عشان يساندوه معنويا ويشجعوه بشكل كبير، عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي. فدي لفته رائعه، وكلنا في انتظار باذن الله.